العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المنتجبين النائين عن الأهل والأوطان سادتي، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كرملا يا أبو علي، بأبي وبي لم يقض منهم سيد إلا بسم عداوة وضغوني، ما حد مات منهم موتة عينه. اسمع ايش رايح تشوف شلون القضية. فقضت مكسرة الأضالع فاطم يا ولي، منهوكة بالضرب فوق متوني، وقضى علي المرتضى في ضربة بحد مهند مسنون، وقضى الإمام المجتبى بالسم من ملعونة عن أمر الشر لعين، وقضى الحسين بكربلا يا ولي في عصبة تركوا بلا غسل ولا تكفيني، والسم زين العابدين قضى به من آل مروان برغم الدين، والسم باقر علم آل محمد ترك الشريعة في بكاء وحنين، حتى إذا قامت بنو العباس لم ترعى لهم قربى لخير أمين، إيش سووا؟ قال سم الدوانيق بغيا جعفرا يا ولي، هذا اللي خلى المدينة اليوم مزلزلة، هذا اللي ما جت من روضة الزهراء، هذا اللي خلى فاطمة تصرخ وجعفرا
لكأني بها وهي في ملحودتها وقد وضعت يدا على عينها الملطومة ويدا على ضلوعها وهي تنادي ولداه ونحن ننادي وجعفر فاطمة الزهرة بقبرها تجذب الونة وتصيح راحت أولادي ضحايا بين مسموم وذبيح. ايش عندك يا زهرة من مصايب؟ اسمح تعدد تعدد المصايب. قالت من ظلم الأول أجارة راح ضلعي من كسر واللطم خدي وعيني وانجرح مني الصدر وضرباني وسقطاني وانقصف مني العمار وماتت يا وسفة شهيدة والصدر دمه يسيل. أين المنادي وإماما وسيدا؟ حيدر تلبى بغصيبة وانسفك دمه غصب وانشطر راس المشكر وانجدل فوق التراب وعقب عيني على أولادي تأججت نار الحرام مات مسموم الحسن وحسين مذبوح وطري. بعد يا زهرة قالت سيد العباد والباقر وجعفر بالاسموم شفت حالتهم فجيعة ويومهم يوم مشوم شفت واحد بعد واحد مهجته طاحت دموم والسجن باب الحوايج عاينت كبدة تطيب. عندش بعد أولاد في الغربة يا زهرة لولا؟ قالت والله ضامن الجنة حبيبي بطوس مسموم وغريب والجواد بدار غربة مات ما يمه حبيب صارت ببغداد ضجة وارتفع فيها النحيب واندفن يا ويل قلبي وليتني بذاك الضريب. بعد في سامرة عندش لو لا يا زهرة؟ بعض الأحيان الزوار ما يتمكنون يروحون سامرة يا زهرة سامحيهم ودهم ودهم يروحون هناك يزورون علي الهادي ويزورون الحسن العسكري لكن برض سامرة يا شيعة علي الهادي والحسن وبالسجون وبالمباني كم ولد لي يندفن هذا يتشفن وهذا مات ما حصل شفن. اسمع زهرة هذه الام اللي تنعي على اولادها هويلي ورد سامرة تغيب علي الهادي والحسن وبالسجون وبالمباني كم ولد لي يندفى هذا يتشفن وهذا مات ما حصل شفن وهذا في جوف اسطوانة صار محصور ويصيح هالدهر شتت أولادي عن جواري بكل بلد
قرحت عيني عليهم وانتحل من الجسد. تخلص مصيبة ولد وجينا يا مصيبة ولد، ذاك مسموم وهذا صار مذبوح وطري. وعلى ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: الفتن حصاد الظالمين. نعيش في هذه الأيام في رحاب إمامنا السادس، وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وفي الواقع لعل من الأمور التي ينظر إليها هو العصر الذي عاش فيه الإمام الصادق عليه السلام. وقد كتب المؤرخين قد كتب المؤرخون وأسموا ذلك العصر بأنه العصر الذهبي، ولكن لنا أن نتساءل لماذا سمي هذا العصر بالعصر الذهبي، ولمن كان ذهبيا هذا العصر؟ هل هو الإمام الصادق أو هو للجهاز العباسي؟ ولعدة قرائن نستطيع أن نقول أنه كان عصرا ذهبيا للدولة العباسية، لم يكن للإمام الصادق عليه السلام. صحيح أن الإمام عليه السلام في هذه الفترة أشاد تلك الجامعة العظمى وأخذ يبث تلك العلوم، ولكن هذه الحقبة لم تترك الإمام عليه السلام يعيش آمنا مستقرا. كان عصرا ذهبيا بالنسبة للعباسيين حيث تخلصوا من الأمويين، وحيث أن المعارضة لهذا النظام السياسي كانت بعيدة وفي منأى، وخصوصا الإمام عليه السلام كان يبني ذلك المجتمع بعيدا عن الانخراط في الفتن التي وقعت بعد الانهيار انهيار الجهاز الأموي وقيام الدولة العباسية. الإمام عليه السلام قام بعدة من الإنجازات، وحينما نقول عدة من الإنجازات لعل البعض يقول: أليس تلك الإنجازات؟ كانت. وهل حياة أهل البيت عليهم السلام إلا الإنجاز؟ أهل البيت عليهم السلام قدموا الكثير لهذه الأمة، لم يكن قليلا ما قدموه بأبي وأمي، ولكن علينا أن نستذكر هذا الإنجاز، وذلك لعدة من الفوائد. الفائدة الأولى هو مسألة التأمل في تلك الإنجازات. واحد. اثنين، علينا أن نقوم بنظرة المقدر لتلك الإنجازات.
الأمر الثالث هو علينا أن نكمل تلك الإنجازات التي قام بها أهل البيت عليهم السلام. طبعاً نحن علينا مسؤولية ملقاة على عواتقنا تجاه أئمتنا عليهم السلام، ومن جملة هذه المسؤوليات علينا أن نكمل تلك المسيرة التي قاموا بها صلوات الله عليهم. هناك عدة من المشاريع وعدة من الرؤى التي تركها أهل البيت عليهم السلام للأجيال، تركوها للزمان، تركوها للظروف لإكمالها وإبرازها لهذه الأمة. وهذا في الواقع ما ينبغي أن ندركه ونحن نعيش في رحاب أئمتنا عليهم السلام. يعني لما نجي إلى مسألة إكمال تلك المسيرة لا يعني الخلل في تلك المسيرة أو النقصان، احنا فاهمين غلط. لما أقول لفلان لازم أنت تطور من نفسك ولازم أن أنت تبدع في مجالك يعني معناته أكو خلل عندي أو أكو عندي نقصان، لا هذا شيء غلط، مو صحيح. ما كنت لازم أنت حينما تدعوني إلى أن أتقدم يعني أتطور يعني أتعلم يعني أنجز أكمل تلك المسيرة، يعني معناته أنا عندي إبداع وعندي إنجاز بس يحتاج إلى إكمال، أليس كذلك؟ أنا لما إحنا لعل البعض يقول شلون أنت تقول الكلام يعني إحنا نكمل مسيرة أهل البيت، ومنو يكمل الآن جميعا؟ مشاريع كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، الزمان، الظرف، العقلية اللي موجودة ما كانت تسمح بإكمالها، أكملها أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا هناك مشاريع وهناك رؤى عند علي عليه السلام كانت موجودة ولكن لم يستطع إكمال هذه الرؤى وهذه الأفكار، فجاء من بعده الحسن، وهكذا كل الأئمة عليهم السلام هكذا كان برنامجهم. هي مسألة أننا نحيي كما يقول الإمام رحم الله شيعتنا أو رحم الله من أحيا أمرنا، أحيا أمرهم بكيف يعني سو أكل وتعال أكل وكذا خلاص وعزي وانتهت القضية، مو بس هذا، هذا جزء. علينا أن يكون هناك لنا مشروع من خلال هذه المؤسسات الدينية، هذا المشروع يحمل هذا العنوان وهو مسألة إكمال هذه المسيرة والدور الذي قام به أهل البيت سلام الله عليه. هذه المؤسسات تمتلك عدة من المقومات وعدة من العوامل بحاجة إلى تطوير في برامجها، تطوير حتى في أدائها، تنوع هذه المسؤوليات اللي موجودة والبرامج المطروحة، استخدام الوسائل اللي متاحة الآن عندنا، الآن عندنا عدة وسائل متاحة إلى أن نقوم بإكمال مسيرة أهل البيت عليهم السلام، والوسائل متعددة ومتاحة. نحن بحاجة أيها الأحبة إلى أن يعني نكمل تلك المسيرة من خلال إعدادنا، من خلال وضع مشروع. مشكلتنا إحنا مشروع ما عندنا، مشكلة مؤسساتنا الدينية مشروع ما عندنا. يعني إحنا كما يقول بعضهم أن العرب هي ظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل. يعني إيش ظاهرة صوتية؟ بس يعني تكلمون بس، عندنا مشاريع بس في الكلام في الهواء، لكن على مستوى التطبيق ماكو موجود عندنا، على مستوى التنفيذ ماكو موجود عندنا. يعني احنا بس نتكلم في جرايد، نتكلم في مجالس، نتكلم في كذا، مجرد انا عندي مشروع، هذا المشروع شنو؟ قال مشروع ضخم كذا، ما ادري ايش ما ادري ايش ما ادري ايش كذا، واذا يبغى لي سنين يا الله يمكن بعد تطلع كذبة العصر بعد، ما يستوي ذاك المشروع. لا ليس هكذا الواقع، نحن بحاجة إلى أن تكون لنا هناك خطط مطروحة لإكمال مسيرة أهل البيت عليهم السلام، لأن تكون هذه المؤسسات في الواقع داعمة
ودافعة إلى إقامة تلك البرامج المتعددة لنشر فكر أهل البيت سلام الله وسلام الله عليهم وإكمال مسيرتهم صلوات الله عليه. وإلا رايح نكون مقصرين في حق أئمتنا عليهم السلام. يعني الزمن اللي مضى، الزمن اللي مضى الآن، قبل مثلا 5 سنوات لما تجيب الأفكار اللي كانت مطروحة قبل 5 سنوات الآن في هذا الزمن مي مطروحة مي مقبولة في الواقع. ليش؟ باعتبار الزمان تغير، الأدوات اختلفت، العقلية تبدلت تقدمت أكثر. يعني الآن مثلا المآتم بحاجة، وهذا موجود الآن، الآن لازم الماتم في انترنت ولازم في معدات ولازم في بث مباشر ولازم في كذا كاميرات ولازم في إعدادات. قبل 5 سنوات ما كانت الأدوات من لوازم هذه المؤسسات، ليس كذلك؟ قبل 5 سنوات ما كانت هذه الأدوات من لوازم هذه المؤسسات، لوازم هذه المؤسسات فقط يجي الخطيب وكذا وفي أمان لا يقرأ وينتهي القضية وسكروا الماتم. الحين لا، والله الحمد عندنا أدوات كثيرة متاحة. يعني بدال ما احنا نصير هاي الأدوات البسيطة السريعة في إيصال المعلومة على هراء وعلى فراغة، ينبغي أن تشتغل في خدمة أهل البيت عليهم السلام. يعني يجي على الآن الوسائل المتاحة مثل الانستغرام وكذا وما أدري وش الواتساب، يصور عشاء ما أدري شنو، يصور ما أدري شايف ما أدري وش، كل أشياء سخيفة. هذا يعني أعوذ بالله إذا بعد ما تطورنا إلى زمان إن احنا حتى نحط أشياءنا الخاصة في هذا البرامج. يعني حتى الأشياء المستورة ما أريد أتكلم بالفصيح، ولكن حتى الأشياء المستورة ممكن نعرضها في هاي الوسائل. بدل ما احنا نستغلها الآن عندنا وسائل متاحة لنشر فكرة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو علم الناس بمحاسن كلامنا لاتبعونا. هم لو الآن يعني سابقا ما كان عندنا الوسائل اللي نقدر نوصل إليها محاسن كلام أهل البيت. يعني أما تشتري كتاب وتقرأ والله ما تقدر تحصل على المعنى. الآن ما يحتاج، الآن على الهواء، الآن بالوسائل المتاحة نستطيع أن نقدم هذا إكمال هذا المشروع، وهو دعوة الناس إلى أن يكونوا محبين إلى أهل البيت سلام الله عليهم، متعرفين أقلة. إحنا ما نريد الآن الناس يصيرون كلهم شيعة، هذا غلط. هذا يقول لك أنا أبغى الناس كلهم يصيرون شيعة، ما يصير هذا الكلام. إحنا نريد من الناس أن يقرأوا عن تاريخ أهل البيت عليهم السلام، أن يستفيدوا من هذا التاريخ. بعد أن يبقى أنه النتيجة إلهم هم، إن أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق هذا باختيارهم، الأمور العقائدية باختيار الناس مو باختيار أنا أجبر الناس أن يكونوا هكذا. إذن علينا أن نكمل هذا المشروع وهو مشروع أهل البيت عليهم السلام. النقطة اللي قبلها كانت شنو؟ قلنا هي مسألة ماذا؟ مسألة تقدير إنجازات أهل البيت سلام الله عليهم. يعني احنا لما نقدر إنجازات أهل البيت، احنا ليش جينا اليوم قعدنا في هذا المكان؟ انتم ما عندكم أشغال يعني؟ ما عندكم مسؤوليات؟ موجودة مسؤوليات، عندكم أشغال، عندكم بيوت، عندكم كذا. بس هذا أنا لما أجي هنا تقدير لإنجاز الإمام الصادق سلام الله عليه. وهنا حينما أقول تقدير الإنجازات، لماذا نحن نقدر الإنجازات؟ ليش نقدر الإنجازات؟ الإنجازات أيها الآباء أيها الإخوة هي طاقة. الطاقة حينما تقدر، حينما تحفز هذه الطاقة، تكون إعداد هذه الطاقة كبير، تقديمها أعظم. إحنا لما نجي الآن نروج إلى 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 إنجازات الإمام الصادق، رايح ندعو الناس إلى أن يقرأوا، إلى أن يتعلموا، إلى أن يكتسبوا المعلومات. إحنا مشكلتنا كشرقيين الآن، كشرقيين وكمسلمين، أقدر أقولها بكل مرارة، كمسلمين وكشرقيين يعني كعرب، أننا لا نقدر الإنجازات بحال من الأحوال. ما عندنا تقدير للإنجازات.
يعني لما نشوف طاقة موجودة عندنا ما نستطيع أن نقدر هذه الطاقة التقدير يعني بكلمة عام، سواء بالإحياء أو بالإشادة أو بالترويج أو ما أدري إيش، هذه كلها عوامل تحفيز وتقدير الطاقات. احنا ما موجود عندنا هذه، يعني عندنا طاقات في البلد الآن مثلا ما نقدر نستغلها الآن فيما يخدم مذهب أهل البيت عليهم السلام والإسلام والمسلمين والمجتمع الإسلامي. ما عندنا هذا التقدير، يعني عندنا لما مثلا يكون مثلا عندنا كاتب في البلد يكتب مثلا خاطرة عن الإمام الصادق وينشرها، منه انت اللي تكتب وتنشر؟ طب هذا اللي كتب ونشر بعد منه؟ وانت منه اللي تنتقد؟ انت من؟ من انت الذي تنتقد اصلا في النتيجة، يعني في بادئ الامر من انت؟ لما نشوف شاعر مثلا يكتب قصيدة في الإمام الصادق وفي أهل البيت عليهم السلام، خليه يطبعها، حتى الماتم يطبعها من أموال الماتم، خليه ينشرها على الناس، هذه مو خدمة لأهل البيت؟ يجيبونها قال لا ما تسوى، هذه ورقة واحدة يطبعها، أنت اطبع الورقة هذه يطبع ثانية، وراح تطبع ثالثة، راح يشجعون الآخرين، راح يكتبون، راح يكلمون. احنا حتى على هالمستوى تقدير طاقات ما عندنا، يعني ما عندنا حتى مشروع. يعني مثلا الآن كم عاشوراء مر علينا وكم ذكرى لأهل البيت مرت علينا، ما عندنا إنجاز فيه. يعني الآن لو نجمع الحين مثلاً الطاقات اللي موجودة في الديرة، عندنا شعراء، عندنا كتاب، عندنا أقلام والله محترمة يا أخي. قبل فترة أنا كنت في أحد المعارض، معارض مرض الكتاب، ذهلت لما شفت العناوين المطبوعة باسم بحرينيين كتاب، ذهلت. هل قد عندنا مؤلفين في البلد؟ لكن ما حد يعرف، ما حد نجمع الشعراء ونجمع الكلمات ونجمع التأملات ونجمع الاختيارات وكذا ونطبعها باسم كتاب، باسم الماتم، باسم الديرة، باسم كذا. هذا كله ما موجود عندنا، ما نقدر طاقات، ولذلك احنا نقتل الطاقات في مجتمعاتنا. الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا كيف يقدر تلك الطاقات، جعل هذه المدرسة مدرسة تخصص. جابر بن حيان في الطب، فلان في التفسير، فلان في الفقه، محمد بن مسلم في الفقه، أبو بصير في الفقه، هشام بن الحكم في يسمونه في المناظرات والمجادلات في العقائد وعلم الكلام، كل هذا تقدير للطاقات. يعني هشام بن الحكم يدخل إلى مسجد الكوفة وهو صغير ويسمع ذلك الرجل العالم من غير مذهب أهل البيت طبعا ينتقد مسألة الإمامة وأنه ماكو إمامة عندنا وماكو كذا ما أدري إيش، والمجتمع ما يحتاج إلى الإمامة أصلا. التفت إليه هشام قال له يا هذا من سيد الأعضاء في جسد الإنسان؟ مو كل شيء إليه أمير في الحياة، حتى أعزكم الله البغابة إليها أمير هو الأسد. قال بلى، أمير الأعضاء اللي يعطي الحركات اللي يعطي كذا القلب. القلب يقول اضرب، يقول كذا، يقول ارفع، يقول لا تمشي، يقول هذا القلب، كل توجيهات القلب. قال له إذا كان الله عز وجل من حكمته أن وضع لهذا الجسد أمير، جعل له آمر يوجهه حيث ما شاء وحيث لا كذا، عاجز أن يترك هذه الأمم بلا إمام يهديهم؟ قال له من أنت؟ قال له لا عليك، قال أظنك هشام بن الحكم، وهذا كلام جعفر بن محمد. هذا كلام جعفر من كلامك أنت. رجع جاء هشام بن الحكم إلى المدينة وأخبر الإمام، فتبسم الإمام عليه السلام قال هكذا ناظرهم بالدليل. هذا طاقة الإنسان لازم أن يقدر. الإمام عليه السلام أمر هشام أن يجادل وأن يتكلم في علم الكلام باعتبار تقدير لهذه الطاقات. إذن الإمام عليه السلام أمرنا بذلك من ناحية تقدير إنجازات، من ناحية تأملات في تاريخ أهل البيت عليهم السلام. ولا ننسى أيضا، وهي مسألة في ذات الاهتمام، أن الإمام الصادق عليه السلام من إنجازاته أنه نقى تلك العقيدة الإسلامية الموجودة.
هذه نقطة أختم فيها المجلس. يعني احنا لما نجي نقرا تاريخ الامام الصادق رايح نشوف انفتاحيه مطلقه في ذلك العصر على اصحاب المعتقدات، على اصحاب الديانات، على اصحاب المدارس الفكريه المطروحه. كانت متاحه، المدارس مفتوحه، يعني جعفر ابن محمد مدرسه الحديث موجوده، ومدرسه القياس لابي حنيفه موجوده، ومدرسه مثلا الصوفيه موجوده، والكذا وكذا موجوده مدارس. كيف نقدر هذه الظاهره في حياه الامام الصادق؟ البعض قرأها أنها حرية المعتقد، كما يعني هذا حسنة من حسنات الدولة العباسية، أنها فتحت يعني المجال لكل أصحاب المعتقدات، كل واحد يشتغل بكيف، جعفر بروحه، الإمام صادق، أبو حنيفة بروحه، وكذا، وكل واحد يشتغل بكيف. ولكن الحقيقة قراءة هذه القراءة غير صحيحة في الواقع. ليش؟ لأن مسألة حرية الأديان هي الممارسة. إحنا ما نجي الآن للدساتير الوضعية تقول الدستور يكفل حرية الأديان، يعني إيش؟ يعني يحترم هذا الدين ومعتقداته وشعائره. هذا مسيحي يقبل الصليب ماله، يقبل كذا، يهودي نصراني، ما لي شغل فيه، أنا أجبره على شيء، وكذلك أنا مسلم. بس اللي حدث في عهد الإمام الصادق عليه السلام هي مي مذاهب أصلاً، مو معتقدات أصلاً، هي مدارس منحرفة. يعني مثل الزنادقة، مثل الغموضية، ومثل المجوسية، وأمثالاً كثير، كلها تدعو إلى الإلحاد، تدعو إلى الشرك. هذا المعنى لم يكن حسنة من حسنات الدولة العباسية. ليش؟ لأن هذه المذاهب وهذه الأفكار كانت صنيعة ذلك الجهاد، أرادت تتعرف على المعارضين، وخصوصاً المدارس الفكرية. ومشينوا اللي ينتج ثورات في العالم المدارس الفكرية. الآن شو اللي مدوخ الحكومات، ومدوخ حتى أمريكا الآن، شو اللي مدوخنها؟ مدوخنها تقدم المدارس الفكرية. يعني الآن أوباما يبغى له يمكن سنين يلا يفكر حتى أنه يضرب سوريا، شلون يضربها ما يضرب، محتار. ليش؟ لأن العقلية اختلفت، الأدوات تطورت، المدارس الفكرية المتاحة قاعدة تعبر عن آرائها، كذلك الحكومات الأخرى هي الآن في عملية تقدم، ليست في عملية تأخر. فهذه مي حسنة أصلاً، يعني تؤخذ إلى من؟ إلى الدولة العباسية أو للجهاز العباسي، باعتبار أن هذه كانت عملية رصد للمعارضين اللي موجودين. هذا كما يذهب إلى الرأي الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، يذهب إلى هذا الرأي، إلى أنه هذا الفسحة هذه كانت لمعرفة المعارضين لهذا النظام. ولذلك الإمام الصادق ما سلم من هذه التحديات اللي موجودة بتاتاً. يعني رجل يدخل على المنصور الدوانيقي، هذا فذ واحد يعني جدا شديد على أهل البيت عليهم السلام. شو يقول الشاعر؟ يقول فدع عنك حربا والذين تقدموا، فذاك حديث ذكره قد طويناه، فما لبني العباس اتم أمرها لقرب رسول الله لم ترع قرباه. ما رعوها، لقد ملئت منها السجون، ومن نجا من القتل أضحى في المفاوز مأواه. اسمع شوية، يقول ولم أرى أجفى أو أشد قساوة عليهم من المنصور لا طاب مثواه. ايش سوى المنصور؟ قال أباد بسيف البغي أبناء فاطم، وما هجعت عن جعفر قط عيناه، وما زال بالإيذاء يقصد جعفرا، ها؟ وما زال بالإيذاء يقصد جعفرا
وقد طال منه إذ رأى الصبر إيذاه. إيش سوى؟ قال: وعن أمره قد أضرموا النار بالفنا. حرقون داره. وتأمل شوية، ها، أنا اليوم وياك ويا حرق الدار هذه، خلني أشوف إيش فيها، شلون مصيبتها هذه. وعن أمره قد أضرموا النار بالفناء لإطفاء نور قد أبى الله إطفاه، وليلا عليه داره قد تسوروا. إجابوا النيران وشعلوها في دار الإمام بأبي وأمي. يقول بعض الأحباب، بعض الأصحاب يقول: مررت على الإمام وعليه إزار وقميص، رأسه مكشوف. انت تصور واحد محترق بيته شحالته يعني. يقول: مررت على الإمام وهو يطفئ النار وهو يبكي بأبي وأمي. قلت له: سيدي ليش تبكي؟ هذه ليست أول مرة، قبل فترة حارقين دار أمك الزهراء، شابين النيران فيها وعاصرينها بين الباب والجدار، وبعدها حرقوا دار الدار، دار الحسين، حرقوا خيام الحسين. يقول: التفت إليه الإمام، قال: ما بكيت لنفسي؟ أنا ما أبكي لنفسي. قلت له: ليش سيدي بكيت؟ قال: لما نظرت إلى بناتي وهن يتفاررن من دار إلى دار، تذكرت فرار عماتي من خباء إلى خباء، وهم بلا محام وبلا كفيل. أويلي أويلي، دب العمامة وقام جعفر يصفي جراح. شوية وياي خلنا نساعد الزهراء. دب العمامة وقام جعفر يصفي جراح ويصيح: سكتوا يا فواطم من هالصياح، ونشفوا مدامعكم وخفوا من هالصياح، وأشر على النار بيمينه وصارت غباء. وحسين وحسين، ايش سوى الإمام؟ أويلي، نشف منشف مدامع عيلته، حز اليتامى، وراح وقعد يبكي الشافع في القيامة، وكل من سمع لجله يهنيه السلامة، يقل تعدى كل بلا يمشيد الدين. التفت الإمام إلى ذولين اللي يهنون السلامة، اللي يقول له: لا شر عليك يا ابن رسول الله. قالهم: أنا من شفت حراتي بلا شعور، وشفت العيال شلون من دار إلى دور، هاج الحزن بي وذكرت مصاب عاشور. سامحوني السادة، ذكرت مصاب عاشور، وتذكرت زينب وطلعتها بالأخماء. وحسين وحسين، بعد ايش عندك سيدي؟ قال: وتذكرتها اللي ورا الباب عصروها، وتذكرت اللي ورا الباب عصروها، كسروا ضلعها وسقطوها وضربوها، وما خافوا من الله وحجرتها احرقوها، وكل المصايب سيستها مصيبة الدار. شيعة موالين هذا والإمام بأبي وأمي، في مثل هذا اليوم على فراش المنية. أين المنادي وإماما؟ الإمام الصادق مؤسس هذا المذهب يا أحبتي، على الفراش يغشى علي ويفيق
من حولي الأطفال والنساء وهم ينادون وجعفر أوالي يا الجعفرية لا نظرت شلون حاله عالفرش يتقلب ومن حوله أطفال هذي عن يمينه وهذي على شماله وهذي تشمه وهذي تقبل جبينه شيعة هذي تشمه وهذي تعدل وساده وهذي تنادي حصل الفاجر مراده وابنه الكاظم جالس ولازم فاده ويصيح يا بي خفف الون علينا ليش يا 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 النساء الى عند راسك يا ابن رسول الله الاطفال الى جنبك يا سيدي فالك ترفع للسلامة يا جعفر ابن محمد شيعة وخليفة الباقر يعالج حر السموم ويصيح يا ابني بالسلامة منين انا اقوم انا ما يفيد في قلبي دوا واذكر المظلوم وياي يوم الوقع وبسهام قلبه مصوبين اسمع ما ينسى يا ابني غريب الغابرية يوم الوقع وبسهام كبده منفرية ما تبعطش والماي مهرم مزجية محار تقيم ولا غمض عيونه ليش ليش سيدي قال له لا تبكي علي يا ولدي انا هذا خدي هذا رأسي على الفراش انت تمسح بيدك على كبدي هذه عائلتي الى جنبي لكن جدك الحسين بقي في حرارة الشمس اجت عمتك زينب طلعت تريد بس تظلل عليه فضربوها بالصياط اويلي وانا على فراشي وفوق وساد خدي وانت لعند صدري وتمسح فوق كبدي لكن من اللي لزم كبد حسين جدي اويلي ومن غام شرب بميه ومن غمض عيونه قال لي يا ابويا بهالبكا عمرك قضيته وكل هالعمر يا ابا وجدك ما نسيته وش حال قلبك لو على الغبر نظرت شيعة موالين بينما الامام هكذا واذا به يوصي بوصايا فبينما هو كذلك اذ عرق جبينه وسكن أنينه قرأ شيئا من القرآن وهو يقول الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون شيعة موالين أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما أين المنادي وسيدا ضجال البيض ضج واحد وجعفر شيعة جعفر مشيال وعليه الكفن منشور وذيك الجنازة معطرة بريحة الكافو
والناس في ضجة وبيت الصادق يمور كل من نظر لعلى النعش حن وبجاله وسيداه وإمامه طلع بنعشة والمدارس غلقوها طلع بنعشة والبيارق نشره يا ويلي أين المنادي وسيداه لما حملت جنازة الإمام خرج طلاب العلم وقد ألقوا بالعمائم ومشوا حاسرين الرؤوس لأن الكافن بعد ما على رأس عمامه وفوق المدارس نشروا لسود الأعلام واطلع طلاب العلم تلطم على الها موكب مشى خلفه وموكب صار جدام وبدر الشريعة على النعش نور تلال وكل ما بشوبه وشافت ذيك الأرامل صاحت يا ابن خير العمل لا وين شايل واما النساء تصرخ على سطوح المنازل والحزن ذوب شيعته وذوب عياله وسيداه هنا المصيبة لما رفعت جنازة الإمام وأقبلوا بها إلى ناحية البقيع وإذا بالكاظم ينادي مروا على جنا مروا بنعشة على جنا على روضة حبيبه وسمعوا صريخ المصطفى وسمعوا نحيب وسيداه وإمامه رسول الله ينادي وجعفر وفاطمة تنادي وولده ومر على المختار بجنازة حبيبه وسمعوا صريخ المصطفى وسمعوا نحيب ومروا بتابوته على الماتت غصيب وظلت تنادي جعفر الصادق اشحاله وسيداه وسيداه هذه ام وفاقده تحتاج واحد يعزيها مو الام اذا مات ولدها يعزونها الزهراء الشيعة حملوا نعش الامام يقول بعضهم اقول لهم لما مضوا يحملونه يدرون يشيلون من هذا على النعش اقبلوا بنعش الامام الى ناحية القبر فاطمة وهنا شويها يريدون الشيعة يعزون الزهرة خمس دقائق نلتم ان شاء الله على الصادق يم الحزن نصبعي على الصادق عزية يا الهاشمية يم الحزن نصبي على صادق عزي بعد مرة يم الحزن نصبي الله يعظم أجرك بفقدك هلي بدور يا علي ثلاث ضربات الله يعظم فقدك الله يعظم أجرك بفقدك هلي بدور خليت منازلهم وسكنا بطول القبور هذا المفروض الشباب هم اللي يضربون على صدورهم ما ادري انتم كل واحد يساس الروح هذا ثواب لك يا اخي تواسي الزهراء عليها السلام مالك يا زهرة في زمانك ساعة تسرور
شغلك الماتم كل صباح وكل مسية يا الهاشمية يا ام الحسن نصبي على يا ام الحسن نصبي على واليوم يا زهرة بزعيم الدين جعفر يا علي بالسم ذابت مهجته الله أكبر باب الحوايج ينذب والقلب يسعر ويصيح يا بيه فرقتك تصعب علي يا الهاشمية يا ام الحسن صادق عزي يا ام الحسن عندك خبر بمصيبته يا ام الايمه لو يا زكي هالوقت ما جاش علمه يا علي فارق الدنيا قلبه مقطع بسمه يا علي ظلت دياره عقب كانت مضية يا الهاشمية يا ام الحسن يا ام الحسن نصبي على جواب لسان الحال عن بضعة الهادي علي والله يا شيع عمن الحزن ذايب وفادي شغلي الماتم بالبكا وندبة أولادي أصبح حزينة ونايحة ومسافر زية يا الهاشمية يا ام الحسن يا ام الحسن ليلي ونهاري على اولادي شغلي النوح اسمعها شويه ليلي ونهاري على اولادي شغلي النوح بالسم خلص والعزيز بسيف مذبوح بالغضرية ضل ثلاثة أيام مطروح بلاي دفن والحرم وداهن هدية يا الهاشمية يا ام الحسن يا ام الحسن يا
شيعتي نصبوا التعازي وساعدوني بالسيف والسم والسجن خلصت بنيني طول الدهر ما نشفت من الدمع عيني ليلي ونهاري على أولادي في عزية يا الهاش يا أم الحسن يم حسن وين اللي ابكي على اولادي ذبايح يوم ذبايح يوم عاشوق نصبت لهم عزية بوسط عزية بوسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب بصير الباب مكسور أفاطم لو خلت الحسين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا نفس همومنا فك أسرانا رد غربائنا شافي مرضانا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين أيد وسدد علماء الدين العاملين ارحم اللهم الماضين احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في آليهم ومن يلوذ بهم إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان للجميع نهدي الفاتحة مع الصلوات.